همسات همسات من القلب هدية لحبايب القلب أهديها نسمت حب وحنية والمولى يبارك فيها والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدوب والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدوب يرجع للمولى يتوب وتبقى حياتنا هنية. هذا البرنامج برعاية شركة أبو جلال موتورز لتجارة السيارات، مركز هيهية شرقية، جميع أنواع الميكروباص البيك أب، تليفون رقم 055-245-02 أو 010-92-600-35 وفرع الإسكندرية محرم بك شارع قناة المحمودية، تليفون رقم 011-249-49-49-9. همسات همسات من القلب هدية لحبايب القلب أهديها نسمت حب وحنية والمولى يبارك فيها والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدوب والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدوب يرجع للمولى يتوب وتبقى حياتنا هنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله وأنبيائه أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا بها من إجابتك كل الأبواب. حياكم الله جميعا أحبتنا الكرام، وطبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. وأسأل الله الحليم الكريم سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك وأمام هذه الشاشة المباركة على طاعة الله ومحبته، أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هزني صوت يوسف. يوسف هذا صبي صغير، فاجأني بمكالمة أعجبت به أشد العجب عندما سمعت كلامه في تلك المكالمة. يوسف صبي صغير يتصل لكي يسأل عن قول الحق. هو قد رأى شيئا وطلب للشهادة وشهد بالحق الذي رآه، وشهد بما رأى بالرغم من المخاطر التي كانت قد تحدق به، لكنه بالرغم من ذلك شهد بالحق وشهد بالصدق، ووضع نصب عينيه رضا الله تبارك وتعالى، ووضع نصب عينيه قول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقفت أمام هذا الصبي الصغير متعجبا متأملا مما رأيت فيه من قوة إيمان وثقة بالله تبارك وتعالى وحسن أدب وحسن تربية، ورأيت فيه أن التربية لها عامل كبير في تنشئة هذا النشأ الطيب على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعلى الثقة بالله. وكيف أن هذا الصبي الذي كان يكلمني بلسان الواثق بالله تبارك وتعالى المتيقن
عظيم أجر الله تبارك وتعالى لمن شهد بالحق ولمن شهد بالصدق. رأيت فيه قوة إيمان عجيبة، رأيت فيه ثقة بالله كبيرة، رأيت فيه يقينا في الله عظيم. كل هذا منشأه من خلق كريم عظيم طيب مبارك قد تربى عليه هذا الصبي. أتدرون ما هذا الخلق؟ إنه خلق الصدق، خلق الصدق الذي نحن في أحوج ما نكون إلى التخلق به، في أحوج ما نكون إلى أن نتربى عليه وأن نربي نشأنا ونربي أبناءنا عليه. خلق الصدق الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بمعية أصحابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلق الصدق الذي أمرنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالتخلق به، أمرنا بتحريه في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال نجنح إليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. ولو تأملوا لفظة عليكم، لو تأملتم لفظة عليكم بالصدق لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقول الصدق، وإنما قال عليكم بالصدق دلالة على أن الصدق لا يقتصر على القول فقط، وأنما الصدق له جوانب كثيرة لا بد أن يتخللها في حياة الإنسان، لا بد أن تكون كل حياة الإنسان صدقا في صدق. عليكم بالصدق، صدق في القول وصدق في الفعل وصدق في الحال وصدق في الصمت، صدق في الكلام وصدق في النية، صدق حتى في النظرة. عليكم بالصدق. فإذا ما التزم الإنسان الصدق في كل حركاته وفي كل سكناته في كل أقواله وفي كل أفعاله لوجد كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصدق يهدي إلى البر. والبر كما يوضحه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو كل جوامع الخير، كل أخلاق طيبة حسنة يتخلق بها الإنسان. البر حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولذلك رب العالمين يقول: وتعاونوا على البر، تعاونوا على حسن الخلق، تعاونوا على الطاعة، تعاونوا على كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، تعاونوا على كل طاعة مقربة موصلة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو البر، والذي يؤدي إلى البر هو خلق الصدق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، لأن البر هو كل جوامع الخير. ولو أننا تأملنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى قد أورد الصدق في كثير من المجالات، لوجدنا أن كل مجالات الخير والبر والطاعة تندرج تحت إطار الصدق. الله تبارك وتعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مدخل الصدق ومخرج الصدق. ثم يقول في آية أخرى على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثم يقول في آية أخرى مبينا جزاء المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا مقعد الصادقين في الجنة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مدخل الصدق
ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا أن الصدق هو كل قول وكل فعل وكل حال يرضي الله تبارك وتعالى، يؤدي إلى مرضات الله تبارك وتعالى، يؤدي إلى كل ما يقرب إلى الله، ما يوصل العبد ويوصل الأمة إلى رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك نستطيع أن نستخلص من هذه الأقوال الطيبة أو الأوصاف الطيبة التي وصف بها القرآن الصدق، نستطيع أن نستخلص الصدق يا سادة إلى ثلاثة أقوال، إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. هذه أنواع ثلاثة لا بد أن يتخللها الصدق. صدق في الأقوال، لابد أن يكون قولك قول صدق. صدق في الأعمال، لابد أن يتخلل عملك الصدق. صدق في الأحوال، لابد أن يكون ظاهرك كباطنك. هذا هو الصدق أيها الأخيار الكرام. صدق الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، أن يكون الخبر مطابقا للواقع، وهذا هو ما حس عليه القرآن الكريم وحس عليه النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مبينا خطر الكلمة التي يقولها العبد. لا يبالي العبد إذا كانت صادقة أم كاذبة، لا يبالي العبد بهذه الكلمة التي قالها إذا كان ما قاله خبرا صادقا صحيحا أم مجرد كلام سمعه من هذا أم سمعه من ذاك. صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ربما يسمع الإنسان كلمة أو خبرا ما على فلان من الناس، يسمع هذا الخبر فيشيع هذا الخبر بين إخوانه، بين مجتمعه الذي يعيش فيه، في مجتمعه الذي يعيش فيه، بين جيرانه، ويتناقل الخبر، بل لا يتورع أن يزيد على الكلمة ألف كلمة، مما يجعل الطين يزيد بلة في حق من تكلم في حقه هذا الكلام. وغفل هذا المتكلم وهذا الناقل لهذا الخبر الذي لا يدري إن كان خبرا صادقا أم كاذبا، غفل عن قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. غفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك أيها الأحباب الكرام، إذا أردنا أن نعرف قيمة الصدق في الأقوال فلا بد لنا أن نتعرف على خطر الكذب، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردنا أن نتعرف على قيمة الصدق المفتقدة في حياة كثير من أفراد الأمة إلا من رحم ربنا من أفراد، فلا بد لنا أن نتعرف أولا على خطر الكذب. ودعوني أسأل: كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب؟ كم من دول احتلت بسبب الكذب؟ كم من أسر دمرت وبيوت خربت بسبب الكذب؟ كم من أبرياء قتلوا؟ كم من مظلومين سجنوا بسبب الكذب؟ كل هذه آثار مدمرة، ربما يكون وراء هذه الآثار كلمة كذب قالها عبد وهو لا يدري أنها كاذبة، لم يكلف نفسه أن يتحرى هذه الكلمة قبل أن ينطق بها، لم يكلف نفسه أن يتحرى في شأن هذه الكلمة كما يكلف نفسه أن يتحرى في بيعه وشرائه وكل ما يخصه في أمور حياته، لم يكلف نفسه أن يتحرى. إن كان هذا الخبر الذي أشيع عن هذا الشخص أو عن هذا الأمر خبرا صادقا أم كاذبا، وبالتالي
صار المجتمع مجتمعا تملأه الشائعات، صار المجتمع مجتمعا متشككا، صار المجتمع مجتمعا متخبطا، لأنه سار وراء الكذب، صار وراء كلمات أطلقها هذا ورددها ذاك دون لا يدري أحدهما صحة هذه الكلمة التي أطلقها. أيها الأحباب الكرام، نحتاج إلى أن نتحرى الصدق في كل كلمة نقولها. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنا في هذه الآونة نعيش تخبطا ونعيش فسادا ونعيش تشككا ونعيش انحرافا، ولا يدري الحليم فينا وهو حيران، لا يدري مع في أي جهة يكون الحق ومع أي شخص هو الحق، لا يدري أحدنا أين الحق، لا يدري أحدنا أين الصواب. لماذا؟ لأن الشائعات قد سارت ديدنا في حياتنا، لأن كل كلمة نطلقها لا نتحرى فيها الصدق، لا نتقي الله عز وجل فيها، لا نراعي رضا الله تبارك وتعالى أو سخط الله تبارك وتعالى فيما نقول ونردد. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، لا يلقي لها بالا، لأنه عود لسانه في بدايته أن يقول الصدق، وبالتالي تعود اللسان ألا يتذوق إلا الصدق وألا يردد إلا الصدق، فتجد كل كلامه صدق وهو لا يدري، تجد كل كلامه حق وهو لا يدري، تجد كل كلامه كلاما يرضي الله تبارك وتعالى، إما ذكر لله وإما أمر بمعروف وإما نهي عن منكر وإما نصح لله وإما شهادة حق وصدق يقولها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، لأنه عود لسانه في كل كلمة صغيرة وكبيرة وفي كل حركة أن يقول الكذب. بعد الفاصل أيها الأحباب سنتعرف على كيفية تنشئة أولادنا على الصدق، وكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والسابقين الأوائل على الصدق. ابقوا معنا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق وأن يجعلنا مع الصادقين. أهديها نسمت حب وحنية والمولى يبارك فيها والهمسة بتحيق قلوب والقلب بحب يدوب والهمسة بتحيق قلوب والقلب بحب يدوب يرجع للمولى يتوب وتبقى حياتنا هنية. هذا البرنامج برعاية شركة أبو جلال موتورز لتجارة السيارات، مركز هيهية شرقية، جميع أنواع الميكروباص البيكاب، تليفون رقم 055-245-02 أو 010-92-600-35، وفرع الإسكندرية محرم بيك شارع قناة المحمودية، تليفون رقم 011-249-49-49-9. همسات همسات من القلب هدية لحبايب القلب أهديها نسمت حب وحنية والمولى يبارك فيها والهمسة بتحيق قلوب والقلب بحب يدوب والهمسة بتحيق قلوب والقلب بحب يدوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي أيها الأحبة الكرام لنرى كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم نشأ هذه الأمة على الصدق. سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه يحكي لنا هذا المشهد الإيماني الرائع الذي يتجلى فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
وهو يدخل بيت عبد الله بن عامر، وكان عبد الله آنذاك صبيا صغيرا فخرج ليلعب كما يقص هو، فخرجت أمه لتحضره ولتجلسه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأينا يحظى ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ المرأة أرادت أن يحظى هذا الصبي ببركة الجلوس وبشرف الجلوس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت على باب، وقفت على باب المنزل لتنادي: تعال لأعطيك، كما تنادي الأم ولدها الصغير: تعال أما أديك حاجة حلوة، تعال لأعطيك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأم وقال لها: ما أردت أن تعطيه؟ أنت عايزة تديله إيه؟ فقالت المرأة: أردت أن أعطيه تمرا، أردت أن أعطيه تمرا، أنا عايز أديله بلحة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الصادق الذي علم الدنيا بأسرها الصدق، والذي نفس محمد بيده، أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. أإلى هذا الحد يكون الصدق؟ نعم، لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إنها تربية، إنها أخلاق طيبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم كي يتممها وكي يتمم بها بناء هذا المجتمع المسلم الشامخ الذي يرفع لواء التوحيد، يرفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليه كذبة. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الصدق، ورب أمته على الصدق، وما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب أبدا أبدا إلا في حالات ثلاثة. وأرى أن الآذان قد تنبهت أكثر وأكثر عندما سمعت أداة الاستثناء في هذه الحالة: إلا في حالات ثلاثة. معنى هذا أن الرسول قد رخص الكذب. أقول: ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب إلا في حالات ثلاثة، كما تحكي السيدة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها وعلى أبيها ما يستحقه. تقول السيدة أم كلثوم رضي الله عنها: ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا في حالات ثلاثة، وأعرني أذن قلبك وأذن سمعك وحاول أن تعي جيدا هذه الحالات الثلاثة، وأن تفهم جيدا هذه الحالات الثلاثة، حتى لا تخرج بعد هذه الحلقة وتنطلق لتشيع الكذب بين الناس بحجة أن الشيخ قد قال في حديثه بأن النبي قد أباح الكذب. أعرني أذن قلبك وسمعك، وأنت أختي الكريمة أيضا، ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا في حالات ثلاثة. الحالة الأولى: الرجل يصلح بين الناس فيقول قولا يريد به الإصلاح. رأيت اثنين من الجيران أو من زملائك أو من الناس قد تخاصما وتشاجرا، وأردت أن تصلح بينهما، بتروح لداود قل له كلمة طيبة، وتروح لداود قل له كلمة طيبة، تذهب إلى هذا وتقول له أن فلان يحبك ولا يكرهك ولا يبغضك ولا يقول في حقك إلا كل كلمة طيبة ولا يقول في حقك إلا كل خير، وتذهب لهذا وتقول له نفس الكلام، محاولا تلطيف الجو بينهما، محاولا إطفاء النار التي ينفخ الشيطان في جزوتها كي تستعر وتحرق وتأتي على كل قائم وحصيد فيما بين الطرفين. الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا ما سعيت بكلمة طيبة تحاول أن تلطف الجو
وتفتح بابا للصلح فيما بين اثنين من المتنازعين، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن سعيت إلى ذلك محاولا الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، محاولا الصلح فيما بينهما، كنت ممن قال الله فيهم: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية كما تحكيها السيدة أم كلثوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقول في الحرب، والحرب خدعة، قدر الله تبارك وتعالى لك وأنت جندي أن تقع أسيرا في أيدي الأعداء. في هذه الحالة يجوز لك أن تكذب حتى تخرج من براسن جيش العدو، يجوز لك أن تكذب عليهم وأن تخدعهم وأن تخادعهم حتى تنجو بنفسك. يعني من الممكن أن يحاول أن يسألوك عن سر الخطط التي قد أعدها جيش بلادك حتى يشن هجوما على تلك البلد. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفصح لهم بخطط كاذبة أو بكلام كاذب واهن حتى لا تقع في التهلكة، وحتى لا تقع بلادك أيضا في التهلكة. الرجل يقول في الحرب، والحرب خدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة وهي حالة شائكة، وأرى أني حينما أقولها أعتقد بأن النساء سينتظرنني على باب البلدة، وكل واحدة منهن قد أعتدت سكينا وهي تقول: اقتلوا الشيخ أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ لأنه يبيح الكذب على الزوجات. أريد منك أختي الكريمة، أريد منك أخي الكريم، نريد جميعا أن نفهم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما جيدا. الحالة الثالثة: الرجل يحدث امرأته وتحدثه امرأته في أمور معينة وليس في كل الأمور، حتى لا يخرج الزوج فينطلق ويكذب 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 على زوجته، أو العكس، تكذب الزوجة على زوجها بحجة أن الشيخ في حديثه قد أباح الكذب نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما أباح الكذب أبدا، وما أبحت الكذب أبدا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أريد منك أن تفهم عن الله وأن تفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة: الرجل يحدث امرأته وتحدثه امرأته في أمر القلب والعاطفة فقط، لا في أمور العبادات ولا في أمور المعاملات. المسألة اللي ما فيهاش تغيير، المسألة اللي ما فيهاش كد، أمور العبادات وأمور المعاملات لا تحتمل كذبا ولا تحتمل تغييرا ولا تحتمل احتمالا. وإنما يجوز لك أن تكذب على زوجتك، أو يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها وهي في لحظة غضب. يعني ربما يكون الإنسان منا في لحظة غضب، أو في لحظة حزن من زوجته، أو في لحظة ضيق من زوجته، ضاق بها زرعا نظرا ربما لسوء كلامها أو لسوء أخلاقها أو لسوء معاملتها له في بعض الأحيان، أو ربما لأشياء أخرى تخص أمور المنزل كعدم إجادة الطهي أو ما إلى ذلك. يعني يجوز للزوج أن يكذب على زوجته بكلمة لطيفة. يعني مثلا لو امرأته ما بتعرفش تطبخ، والله ده أنت ما شاء الله، ده أنت أمهر طباخة في الدنيا، ما شاء الله، انت طبيخك زي طبيخ امي بالظبط، ما شاء الله، انت اجمل انسانه في الدنيا، وربما لا ترى، ولكنه يقول لها هذه الكلمه من باب فتح، من باب ان يفتح بينه وبين زوجه بابا للحب وبابا للموده وبابا للرحمه، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمه الطيبه صدقه. لا مانع من ذلك، كما انه لا مانع للزوجه ان
تبادر زوجها بكلمة طيبة. يعني الراجل طلع من الشغل بتاعه راح يجيب حاجة يسوق حاجة، ويعني انتوا عارفين الرجالة في البيع والشراء في الخضار والكلام ده يعني ايه على قدهم شوية. ربما بعض الشيء والله الست اول ما تشوف الطماطم معطبة او الفاكهة معطبة مات يعني لا تبادره غاضبة وتلقي الشيء في وجهه او تلقي ما احضره في وجهه، بل عليه ان تبتسم ابتسامة. اي نعم، هذه الابتسامة ستكون ابتسامة ملؤها الغيظ وملؤها الضيق، لكنها عليها ان تتذكر قول الله تبارك وتعالى آنذاك: وقل لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إيه المنع إن الست تقول لجوزها تسلم إيديك يا حبيبي، تسلم إيديك، تعيش لنا دايما، تسلم لنا جايبك، يعني الكلام الطيب اللي ممكن يفتح باب للمودة والرحمة فيما بين الزوجين، ويفتح بابا للسكينة فيما بين الزوجين، يفتح بابا للأنس فيما بين الزوجين. هذه الحالات الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب فيها، ما عدا هذه الحالات الثلاثة فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يكذب أبدا، لا في قول ولا في فعل ولا في حال. صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. صدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، أن يكون الكلام مطابقا للحقيقة. أما الصدق في الأعمال أن يكون كلامك مطابقا لفعلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبرت خيانة أن تقول كلمة وأنت كاذب فيما بينك وبين ربك، كبرت خيانك، كبرت خيانة أن تأمر الناس بالبر وأن تنسى نفسك. قال ربنا جل ثناؤه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إنه صدق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أتساءل: كم من مذكر بالله وهو غافل عن الله؟ كم من تال لآيات القرآن الكريم وهو مضيع لها؟ كم من آمر بالمعروف ولا يأتمر بما يأمر؟ كم من ناه عن منكر ولا ينتهي عما ينهى؟ نحتاج إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا في أقوالنا وفي أفعالنا، كذلك أيضا في أحوالنا. استواء الأقوال والأعمال على الإخلاص، أن تكون كل أقوالنا وأعمالنا الصادقة الصالحة مكسوة بالإخلاص، متوجة بالإخلاص لله تبارك وتعالى. أن تكون حياتنا لله، أن يكون مماتنا لله، أن تكون صلاتنا لله، أن يكون نسكنا لله، أن يكون كلامنا لله، أن يكون سكوتنا لله، أن يكون غضبنا لله، أن يكون فرحنا لله، أن تكون كل حياتنا لله تبارك وتعالى. إنه عمق الصدق، عمق الصدق الذي يتعدى الصدق في الأقوال إلى صدق الأحوال، صدق النفوس، صدق القلوب، الذي ينعكس حتى على النظرة. أنت تنظر إلى إنسان وتعلم من نظرة عينيه إن كان صادقا أم كاذبا. هذا هو عمق الصدق الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربينا عليه. تأملوا معي هذا المشهد الإيماني الرائع الذي أرى فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد أهدر دم رجل يسمى عبد الله بن سعد بن أبي السرح. هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، يعني أباح دمه حتى ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. الرجل مش عارف يطلع من باب بيته، لأنه عارف أنه لو طلع من باب بيته هيقتل، الصحابة سيقتلوه تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ استجار بسيدنا عثمان بن عفان حتى يأخذ البيعة من رسول الله بالأمن والأمان عشان يعرف يتحرك، حتى يستطيع التحرك. فاستجار بعثمان، فأخذه عثمان ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ومد يده مصافحا سيدنا عثمان بن عفان.
الراجل مد ايديه عشان يسلم على النبي وياخذ البيعة بالامن والامان. تعلموا الصدق يا سادة من الصادق الامين، من سيد الصادقين وامام الانبياء والمرسلين. مد عبد الله بن سعد بن ابي الصرح يده مصافحا رسول الله حتى ياخذ منه العهد بالامن والامان، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن مبايعته، ثم مد يده مره اخرى فكف رسول الله يده عن مبايعته، ثم مد يده مره ثالثه فكف رسول الله يده عن مبايعته، حتى قال له عثمان: بايعه يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من عثمان بن عفان، وكيف لا، والملائكة كانت تستحيي من عثمان بن عفان. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده استحياء من عثمان، وأعطى البيعة أو عهد أو أعطى العهد بالأمن والأمان لهذا الرجل. فأخذ الرجل العهد بالأمن والأمان من رسول الله وانصرف آمنا مطمئنا. تأملوا معي إلى هذا المشهد الإيماني الذي يتجلى لنا فيه عمق الصدق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك إلى صحابته وقال لهم: أو ما كان فيكم من رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن مبايعته مرتين أو ثلاثة فيقوم إليه فيقتله؟ يعني ما فيش واحد فيكم لماح ياخد باله إن أنا محرج واتحطيت في موقف حرج من عثمان، فكان يسارع ويقوم ويبادر بأن يخلصني من هذا الموقف ويقتل هذا الرجل؟ فنظر أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم نكن نعلم ذلك يا رسول الله، احنا ما نعرفش كده يا رسول الله، ما نعرفش انك عايز كده، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ يعني ما اديتلناش إشارة بعينيك زي ما احنا بنعمل النهارده، يكونوا اتنين تلاتة في بيعة أو شروة أو في أي اتفاق قاعدين بيتكلموا مع بعض وتبص تلاقي واحد منهم غمز للتاني عشان التالت ما يعرفش، ده اللي بيحصل النهارده. هلا أومأت إلينا بعينيك؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال لهم معلما الأمة بأسرها الصدق، قال لهم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، هكذا يجب أن يكون الصدق في حياتنا، وهكذا يجب أن تكون حياتنا، هكذا يجب أن يكون كلامنا وسكوتنا وحركاتنا وسكناتنا صدق في صدق، حتى إذا ما تخلقنا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا كنا ممن قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم الصدق وأن يجعلنا مع الصادقين. أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. إلى أن ألتقي بحضراتكم في لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. همسات همسات همسات. وحنية والمولى يبارك فيها، والهمسة بتحيي.